السيد والي ولاية تبسة أثناء إشرافه على الفعاليات المخلدة لليوم الوطني للشهيد الموافق لثامن عشر فبراير من كل سنة. هذا اليوم وقفة أمام تاريخ الاستلهام العبر وتصفح حقبه واستذكارا لتضحيات الجسام للآباء والأجداد الذين ضحوا بالنفس والنفيس من أجل جزائر حرة أبية ومستقلة، وموعدا للترحم على أرواح الشهداء الأبرار، ومناسبة لإرساء الروابط بين الأجيال لتبقى رسالة الشهيد حية من كابر إلى كابر. كما أكد على ضرورة استكمال إنجاز المشاريع التنموية ببلدية دائرة بئر مقدم المحتضنة لهذه الفعاليات، ليسعى للمرافعة من أجل تسجيل مشاريع أخرى لفائدة مواطني الدائرة والعمل على تحسين إطارهم المعيشي. بالأخص أن القرارات السيادية كما هكذا لابد الدائرة ستقدم في باش تستفيد، مش بطريقة يعني فقط خفيفة و على مستوى مستقبل الدائرة. مقرر نتاع 2018 طبعا وهيئة سيادية يعني ملاحظة. وعلاش انت كرئيس فرع تقني راك مهندس ولا مهندس؟ وكيف تقبل انت يعني دراسه بغض النظر على باقي المسؤولين؟ انت شخصيا كيف تقبل يعني على سبيل المثال ملاحظه كيما هذه؟ المفروض تماما لازم تدخلوا في التفاصيل في الديتاي. هذا وكانت بلديه بئر مقدم بلديه الالف شهيد على موعد صباح اليوم مع الاحتفالات المخلده للذكرى، استهلها السيد عطا الله مولاتي والي ولاية تبسة بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة نواب البرلمان عن ولاية تبسة وأعضاء الهيئة التنفيذية وممثلين عن الأسرة الثورية وثلة من آبائنا المجاهدين. بالوقوف أمام النصب التذكاري للإشراف على مراسيم رفع العلم وعزف السلام الوطني ووضع باقة من الزهور. ترحما على أرواح الشهداء الأبرار. اللهم أغث بلادنا بالأمطار وبلادنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اهدينا إلى الطريق المستقيم، سبحانك اللهم استغفرك. ثم مشروع توسعه مقر البلدية والاستماع إلى عرض حال حول الأشغال ليبدي بعض الملاحظات التقنية حول طريقة الإنجاز ويوصي بالإسراع في إتمامه خاصة مع اعتزام مصالح وزارة الداخلية اعتماد رخصة البناء الإلكترونية. لابد أن الفضاء المخصص لهذه الوثائق اللي يحتاجها المواطن في البلدية لابد تكون متوفرة وبأريحية وتكون فيها الأجهزة كذلك والأجهزة الخاصة بها بالتدريج، لابد أن نكون في الموعد. نعم. عما قريب يكون البيرمي بيومتريك، وبعد راح ينطلقوا كذلك مع وزارة السكن والداخلية في رخصة البناء الإلكترونية. وبالتالي هذه الفضاءات الخاصة بإصدار الوثائق بطريقة إلكترونية عصرية لابد أننا نوجدها مسبقا باش نكونوا في الموعد مع الانطلاق العملي على المستوى الوطني. ونوصيكم على النوعية نتاع الأشغال. قبل أن يشرف بالمركب الرياضي على تكريم ثلة من أرامل وأبناء الشهداء ويتابع نشاطات فنية ورياضية أقيمت بالمناسبة. الجزائر
ويتجول بأجنحة الفضاء المفتوح للاطلاع على تاريخ المنطقة وموروثها الثقافي. الفائزون في مختلف التظاهرات والمسابقات الرياضية والثقافية بدورهم حظيوا بتكريم من وببلدية غريغر وقف دقيقة صمت ووضع إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء. كما عاين السيد والي الولاية ومرافقيه مشروع تهيئة قاعة العلاج الصحي واستمع إلى عرض حال حول العملية موصيا بإتمامها وتجهيزها بالمطلوب، ومنها قام بتدشين مجمع مدرسي باسم الشهيد طق عبد الله أين طاف بأقسامه مبديا استحسانه لطريقة الإنجاز، ثم زار ابن الشهيد والمجاهد عباد محمد بن الزين في بيته واطمأن على صحته وقام بتكريمه. وببلدية الحمامات قام السيد الوالي والوفد المرافق له بتدشين توسعة مقر البلدية مؤكدا على تسريع عملية تجهيزه وفتحه أمام المواطنين، مسديا توجيهاته بإمكانية الاستغناء تماما عن حواجز الشباك بمصالح الحالة المدنية الذي اعتبره بمثابة الحاجز النفسي الذي يفصل الإدارة عن المواطن، ورفعه يساعد على تأصيل الشفافية ويزيد في تقريب الإدارة من المواطن. ثم وبحي ذراع الحمام بذات البلدية أشرف على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مجمع مدرسي ورفع الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، ليلتقي ومرافقيه بعد ذلك بالمجاهد رئيس محمد في بيته لمعايدته وتكريمه. احتفالية يوم الشهيد كانت فرصة لمواطن دائرة بير مقدم ببلدياتها الثلاث للالتقاء بالسيد الوالي وطرح انشغالاتهم حول برامج التنمية ببلدياتهم أين وعدهم بالنظر فيها. المجد والخلود للشهداء الأبرار.